كرام كل سنة وانت طيب. ايه تاني هتلقى هتتابع الدوري خلاص طبعا. رأيك ايه فايلر مع اللعيبة؟ حسيت بالفرق ازاي؟ واو راجل بيفهم. انا شايف ان المدرب الكويس هو المدرب اللي يعرف يغير سير المباراة اثناء ما بتتلعب. وده كان عظمة مالو الجوزين وبعده حسام البدري بصراحة. في مدربين يحطوا خطة واو بس ما يعرفوش يطبقوا. لا تطبق. لا تطبق. الفرقة اللي قصاده ضربت له الخطة دي. ايوه ازاي اغير يعني. ازاي اغير ازاي انقل هاني رمزي من مكانه ده احطه في المكان ده عشان الخطة بتاعتهم تضرب. ازاي اروح مرة واحدة بدل 4-4-2 يبقى 4-3-3 يعني الحاجات اللي بتتعمل يعني ازاي يغير جوه الملعب في الخطة. انا ممكن احط خطة هايلة انما انا اسف في التعبير اتهرشت اتعرفت خلاص المدرب القصادي نزل فرقة تضرب لي الخطة بتاعتي ازاي اغير. هو ده المدرب الشاطر وده المدرب فايلر بيعرف يعمل كده. يس طيب